أين تذهب أو أين يذهب ملف رفح، اجتياح رفح في ظل هذا التباين الأمريكي الإسرائيلي؟ الإدارة الأمريكية وحسب تصريحات جديدة للحديث حول نتنياهو وتهديداته بالدخول إلى عملية عسكرية في رفح، بالأمس اجتمعت بعدد من الجيش الإسرائيلي وقادة الصهاينة مع الأمريكان وبحثوا الخطة الإسرائيلية المقدمة في هذا الإطار، والأمريكان عندما وجدوا هذه الخطة قالوا أنها غير قابلة وغير واقعية تطبيقها على أرض الواقع، حيث الخطة التي قدمتها الجهات الإسرائيلية هي إجلاء المدنيين من مدينة رفح على مدار 4 أشهر، وكذلك وهذا أمر يعني الأزمنة والجداول الزمنية الذي وضعت الخطة الإسرائيلية المقترحة للإدارة الأمريكية يعني غير قابلة وغير واقعية كما تحدثت الإدارة الأمريكية، وطالبت الإدارة الأمريكية الوفد الإسرائيلي بأن هذه الخطة التي طرحتموها هي خطة غير واقعية من خلال طرح الجدول الزمني وكذلك التعامل مع المدنيين الفلسطينيين. نتحدث عن 1,300,000 مواطن فلسطيني سيتم إجلاؤهم من مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى مناطق أخرى في قطاع غزة. لم تتحدث الوثيقة التي تحدثت بها وسائل الإعلام في صبيحة هذا اليوم أو بالأمس حول الخطة الإسرائيلية المقترحة والتي قدمت للتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تريد من نتنياهو الذي يلوح بورقة التهديد لاجتياح رفح بين الفترة والأخرى للضغط على الإدارة الأمريكية، وكثير من المحللين وكثير من السياسيين يقولون أن هناك يشوب خلافا بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، وهذا يعني فيه كلام كثير. لا يوجد خلاف بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، كلاهما يريد تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها وإنهاء المقاومة الفلسطينية، لكن الخلاف على شكل التصفية والأدوات. نتنياهو يريد استخدام القوة العسكرية وقتل المزيد من الفلسطينيين وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية التي يستخدمها منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب بين الفينة والأخرى وتقول تقليل عدد المدنيين وقتل المدنيين، ولكن لو رجعنا إلى الأساس من الذي يدعم نتنياهو عسكريا وأمنيا وسياسيا؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية. من الذي عطل أو أوصل الحال الإنساني والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ووصلت إلى حد المجاعة؟ وبالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن إذا إسرائيل استمرت في التجويع ستتهم بمجاعة القرن وهي المسؤولة عن مجاعة القرن. من الذي جعل تبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل دون تفحص ودون تدقيق في الرواية الإسرائيلية منذ بداية 7 أكتوبر؟ أليس هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ من الذي ما زال يدعم بالسلاح